الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص والمباشر مع دكتور مختار رباش، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لشؤون الحج والعمرة. دكتور مختار، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم وجميع المشاهدين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وسلامة، وأنت بصحة وسلامة وعافية إن شاء الله. في بلادنا في اليمن وجميع بلدان المسلمين، أهلا وسهلا فيك. وها هو موسم الحج انتهى. أولا نبارك لكم تلك الجهود التي بذلت خلال فترة الإعداد والتحضير والتجهيز والاستقبال وأيضا أداء المناسك وتطويف الحجاج، وها أنتم تصلون إلى نهاية المطاف في هذا الموسم المبارك، تقبل الله من الجميع. سؤالنا الأول، كيف تقيمون هذا الموسم وذلك الجهد بعد ختام موسم الحج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، أما بعد، في موسم حج 1445 هجرية نعم تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي ترتيب تفويج الحجاج من بلادنا إلى الأراضي المقدسة حتى وصول آخر حاج جوا وبرا، وقد تمت هذه المرحلة بسلاسة ويسر وتعاون كبير من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وأيضا وزارة الأوقاف والإرشاد والجهات المعنية بذلت جهودا كبيرة في تسهيل دخول الحجاج رغم العراقيل التي وضعتها الميليشيات الانقلابية في عرقلة وصول الحجاج من مطار صنعاء إلى الأراضي المقدسة، رغم التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الشرعية والإخوة في المملكة العربية السعودية. نعم. المرحلة الثانية مرحلة وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، مرحلة السكن والإعاشة وأيضا التهيئة للتصعيد إلى المشاعر المقدسة. تمت أيضا هذه العملية بترتيب طيب مع الجهات المعنية هنا في المملكة، ووصل الحجاج إلى المخيمات بكل يعني بنفس الخطة التي كانت موضوعة، إلا أن الزحام الذي كان في مكة من كثرة الحجاج المتواجدين وحرارة الجو المرتفعة سببت بعض يعني التدمر لبعض الحجاج، إلا أن وصولهم إلى المخيمات واستقرارهم لأداء المشاعر يعني فرج عنهم. نعم. المرحلة الثالثة وهي مغادرة الحجاج من الأراضي المقدسة إلى بلادنا، ونحن مستمرون فيها وشغالون عليها، والجهات اللجان المعنية شغالة من أمس في موضوع ترتيب مغادرة الحجاج إلى المدينة المنورة لزيارة، وإلى الحجاج المغادرين إما جوا عبر مطار جدة بالأمس رحلات واليوم رحلات، وحوالي غادروا 3900 حاج جوا بإشراف مباشر من لجنة المطار برئاسة الأستاذ أحمد السعدي رئيس اللجنة مساعد القنصل وبقية أعضاء اللجنة، أيضا غادروا برا بالأمس واليوم حوالي ما يقارب 14,000 حاج من الأراضي المقدسة عائدين إلى اليمن برا وجوا. نعم نعم، دعنا نبدأ بتفاصيل معينة. يعني مسألة وصول الحجاج 24,225 على ما أذكر، أو كم الذين وصلوا هذا العام؟ نعم 14,225؟ لا 24,255. وصولهم كان يعني في الوقت المناسب، كان وصول ميسر في بعض. نعم، لم تحصل تكدس في المنفذ كما كان يحصل في كل عام،
ايضا ذلك بسبب سفر اكثر الحجاج جوا، مما سهل دخول الحجاج في منفذ الوديعة. نعم، كم عدد الوكالات التي ربما تفاعلت أو ربما كانت حاضرة في مشهد هذا الموسم؟ الوكالات المشاركة في تفويج الحجاج 247 وكالة منتشرة في ربوع اليمن، شمال اليمن، شرقه وجنوبه وغربه، في المناطق تحت سيطرة الشرعية وفي المناطق التي تحت سيطرة أيضا الانقلابيين، لتسهيل دخول الحجاج أيضا الخاضعين تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. نعم، هل هناك كانت هناك معايير محددة وضعتها الوزارة لهذه الوكالات؟ مستوى الخدمة، أيضا طبيعة هذه الوكالة، قدرتها على الاستيعابية، قدرتها التشغيلية وغير ذلك؟ بالنسبة للوكالات كانت مرتكزة من قبل 2015 مرتكزة في صنعاء، وكانت بقية محافظات اليمن في الجنوب وفي مناطق الشمالية والشرقية والغربية لا يوجد بها وكالات لتسهيل تسجيل الحجاج في هذه المحافظات. كانت سياسة الوزارة مثلا بتوجيهات معالي الدكتور محمد بن عيضة الشبيبة بتسجيل الوكالات في جميع محافظات اليمن، مما فتحنا الباب للقبول وتم تسجيل عشرات الوكالات حتى يسهل على الحجاج المواطنين اليمنيين التسجيل في محافظاتهم. وبالنسبة للشروط والمعايير لقبول الوكالات تحدثنا عنها سابقا بالتفصيل، نعم أوجزها نعم على النحو التالي: أن تكون مرخصة من قبل ترخيص سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة، ترخيص سياحة لديها من بطاقة غرفة تجارية، لديها مبلغ مالي في لديها القدرة أو الملاءة المالية والإدارية، وأن يكون لديها طاقم إداري وأدوات مكتبية ومكتب فعلي موجود على الواقع نعم نعم وغيرها نعم من الشروط. نعم هناك يعني استمارات استبيان عادة ما تقوم بها بعض الوزارات لمعرفة آراء الحجاج، أو ربما نقول الحجاج لأنه برضو أيضا عمل بزنس أو تجاري بالنسبة للوكالات. وكيف قيم هؤلاء الناس مستوى الباصات أو دخولهم عبر الباصات، أيضا مسألة النقل، مسألة الخدمات؟ هل هناك آلية لعمل تقييم ميداني وليس تقييم من الوزارة نفسها؟ لدينا عدة لجان وأيضا بعض الجهات الأخرى مشاركة معنا: وزارة النقل، هيئة النقل البري، وزارة الصحة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أيضا القنصلية في جدة، معنا أيضا مختصين في الجودة والمقاييس، وتؤخذ آراء، واللي أيضا اللجنة الإعلامية من القنوات تؤخذ هذه الآراء من جميع الحجاج وتؤخذ بعين الاعتبار لأي ملاحظات قد تطرح لمعالجتها في المواسم القادمة. هذا الموسم أيضا يعني في العام الماضي أخذنا كثير من الملاحظات والسلبيات في العام الماضي والذي قبله، وتم معالجتها في هذا العام وكان لها ارتياح طيب. نعم، لابد أن توضع حقيقة نسبة معينة من ضرورة مواجهة بعض الإشكالات، وهذا شيء طبيعي. تسمعني؟ نعم، أعيد السؤال. يعني هو لابد من ضرورة وضع نسبة معينة للإشكالات، مثلا لا يمكن أن تكون هناك مثلا 100% حالة كاملة من الخدمات، لابد أن توضع نسبة 3%، 4%، 10%، 15% وفقا لرؤية مثلا استقصائية. هل كانت نسبة الإشكالات هناك بكم تقيسها مثلا في هذا الموسم؟ هذا الموسم لا زال العمل جاري ولم ننتهي منه، ما طيب زلنا في بداية المرحلة الثالثة والأخيرة، ننتهي منها في نهاية شهر ذي الحجة، يعني حوالي بعد 12 يوم هكذا أو 15 يوم،
ثم نعم تعطى هذه النسب نعم وجميع نعم التقارير. نعم بالنسبة للباصات التي اخترتموها هذا العام، ما كيف تم اختيار شركات؟ هل هناك معايير معينة تم وضعها في ذلك؟ بالنسبة للحافلات، هناك لجنة النقل متخصصة ولديها خبرة، تم اختيار شركة سعودية من أفضل الشركات، حافلاتها آخر موديل 2025. لكن البعض قد يقول كيف هذه الشركة؟ الشركة هذه أسطولها حديث وآخر موديل، وتميزت بعثة الحج اليمنية باختيار هذه الشركة وأن تكون جميع حافلاتها آخر موديل 2025. لكن الإشكالية التي كانت هي الخطة المرورية التي وضعت في هذا العام، وتأخر توفيق الحجاج من نفرة الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، وفق خطة قامت بها المملكة العربية السعودية لهذا العام، ويشكر عليها لأنهم حافظوا على أرواح الحجاج وسلامتهم وأمنهم، لأن هناك كانت حقيقة هناك كان مخطط خبيث للإضرار بالحجاج، فحرصا على سلامتهم قامت الجهات الأمنية والمرورية في المملكة العربية السعودية مع الجهات المعنية سواء في وزارة الحج وبقية بعثات الدول بترتيب موضوع جدولة خروج الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. قد يتأخر، حصل تأخير نعم، وهو أول عام يحصل فيه تأخير، ولكن كان له مسببات ومبررات، وهي الحفاظ على أرواح الحجاج وسلامتهم وأمنهم ووصولهم إلى المشاعر المقدسة في منى ورمي الجمرات دون أن يتعرضوا لأي ضرر قد يحصل من مخطط خبيث كان يراد أن يكاد بهم. نعم، يعني أنا العام الماضي قمت بزيارة إلى مقر حجاج اليمن في مكة، وكان يعني هناك مقترح أن يكون، يعني كان العام الماضي كانوا كلهم في مكان واحد، لكن هذا العام ربما اختلف. أين سكن الحجاج هذا العام، وكيف اخترتم مساكن الحجاج ومواقع سكنهم؟ العام الماضي تم اختيار مساكن 4 نجوم وبالقرب من مخيمات الحجاج اليمنيين في ميناء، لكنها كانت بعيدة قليلا عن الحرم. ثم عملنا استبيان وتم الجلوس مع الوكالات وعملنا استشارة، وخرجت لجنة الحج العليا بقرار أن يكون استئجار في هذا العام قريب من الحرم وقريب من المشاعر، إلا أن السعر مرتفع، ولذلك تم الموافقة على هذا المقترح من قبل الجميع المشاركين في أعمال الحج سواء بعثة، لجان، وزارة، قطاع حج وعمرة، وكالات، اتحادات وكالات. فتم استئجار في محبس الجنب والعديد الشمالية بالقرب من الجمرات والمخيمات وبالقرب من المسجد الحرم المكي. كيف قست مدى رضا الناس بما اخترتموه من مساكن؟ في هذا العام كلما تقرب من الحرم كلما يرتفع السعر. كان رضا الحجاج حقيقة طيب في لقربه من الحرم، إلا أن الأسعار مرتفعة قليلا، لكن كلما تبعد من الحرم كلما قل السعر، ولذلك كان رضا الحجاج بشكل عام كان طيب بشكل أولي من خلال الاستبيان الأولي، وأيضا حتى رضا الوكالات وجميع نعم. العاملين في أعمال الحج. نعم، أيضا رصدت قناة عدن في أحد تقاريرها مسألة يعني الخدمة والإعاشة والأطعمة التي قدمت للحجاج، و حقيقة كان هناك جهد كبير في هذا الجانب، وحالة رضا أيضا لمسنا من بعض التصريحات لحجاج بيت الله الحرام. كيف تقيمون الإعاشة هذا العام، وهل هناك جديد عن ما اتخذ في السابق؟ مثلا تم الآن تصحيح الوضع أو تعزيز هذه الخدمة؟ من خلال الاستبيان في العام الماضي وجدنا أن الحجاج يعانون من
الذهاب إلى المطاعم اليمنية البعيدة وأخذ تاكسي يعني قد أجرة تكلفه إلى 100 ريال إلى 150 ريال، ويشتري الطعام ب 50 ريال 100 ريال ثم يعود وهكذا، فكان تكلفه في 4 أيام يومين 3 أيام يتكلف حوالي 500 ريال سعودي ففي اليوم الواحد. في هذا العام يعني دفع الحاج اليمني 450 ريال فقط لإعاشته لمدة 15 يوم، 12 يوم في مكة وثلاثة أيام في المدينة، فهناك فرق كبير جدا. بدل أن يخسر 2000 3000 في مسألة الإعاشة وينشغل ولا يتفرغ للعبادة، أصبح الطعام في سكنه وبجانبه، فهذه ميزة كانت طيبة جدا. وفي الاستبيان كان هناك رضا كبير من الحجاج، إلا اختلاف الأطعمة، تعرف يعني أكل أهل صنعاء يختلف عن أكل أهل حضرموت، وأهل حضرموت يختلف عن أكل أهل عدن وأهل تعز وهكذا، المذاقات قد تختلف، لكن في المجمل أن يجد الحاج ما يسد به جوعته ويتفرغ للعبادة كان هذا شيء طيب. وأيضا المطابخ التي أبدعت في الأكل وكان هناك رضا كبير من الحجاج أخذت بعين الاعتبار في الاستمرار في التعاقد معهم. أما المطابخ التي قصرت وأساءت في خدمة الحاج تم إيقافها نهائيا ووضعها في القائمة السوداء واستبدالها بمطابخ أخرى، وكان رضا الحجاج بهذه الإجراءات كان طيب. نعم، أنا يعني بعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلت أنكم اتخذتم يعني إجراءات صارمة بحق بعض متعهدي الأطعمة. نعم، تم إيقاف مطبخ في أول وجبة لم يحسن جودة الطعام فتم إيقافه مباشرة، وكان عبرة بقية المطابخ. نعم، في خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات يعني وأيضا منى، هل كانت للوزارة رؤية معينة، خطة معينة، تنظيم معين، إشراف معين؟ بعثة الحج اليمنية وغيرها من البعثات تلتزم بالتعليمات سواء المرورية والنقل والصحة والإعاشة والسكن وكل ما التعليمات التي تأتيها من وزارة الحج والعمرة السعودية أو الجهات المعنية القائمة على أعمال الحج. ونحن بدورنا كبعثة مع بقية البعثات للدول الأخرى نطبقها فنلتزم بها قدر الإمكان. في هذا العام بسبب كما قلنا الخطة المرورية التي وضعت لأجل الحفاظ على أرواح الحجاج وسلامتهم حصل فيها تأخير، إلا أن سلامة الحجاج، وكان أول عام يحصل فيها تأخير في هذا العام، وكان ذلك بسبب الخطة المرورية التي وضعت لأجل سلامة وأمن الحجاج من أي ضرر قد يحصل لهم من بعض المخططات الخبيثة التي تريد أن تضر بأمن الحجاج وسلامتهم وتشويه صورة المملكة العربية السعودية. إلا أن المملكة العربية السعودية نجحت نجاحا كبيرا في هذا الموسم، وأحبطت جميع المخططات بموجب توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله، وجميع الجهات المعنية التي بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال وأذهلوا العالم حقيقة في تسيير الحشود من الملايين بأمن وسلام. نعم، طيب هناك نقطتين مهمتين ممكن أن يعني نسهب فيهما، أبرز الإنجازات التي نقول أنها حققتها وزارة الأوقاف والإرشاد في هذا العام، وعندما نكمل أبرز هذه الإنجازات أيضا نتحدث عن أبرز التحديات التي واجهت وزارة الأوقاف والإرشاد هذا العام. نتحدث عن الإنجازات ومن ثم نتحدث عن التحديات، وإذا أردت أن يعني تستبق الأخرى فلا مانع. بداية أخي الكريم، تلقينا توجيهات من فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس الرئاسة ودولة رئيس الوزراء
الدكتور أحمد عوضي المبارك بضرورة رعاية الحجاج اليمنيين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وبموجب توجيهات الدكتور محمد بن عيضة شبيبة وزير الأوقاف قامت اللجان المختصة في بعثة الحج اليمنية سواء من وزارة الأوقاف والإرشاد أو من الوزارات والجهات اليمنية المعاونة لتفويج الحجاج. في هذا العام هناك خدمات متطورة، وهي في موضوع السكن، السكن قريب من الحرم وقريب من الجمرات، تميز عن بقية البعثات. أيضا موضوع النقل بين اليمن وبين الأراضي المقدسة المملكة العربية السعودية، النقل تم اختيار حافلات حديثة لا تقل عن موديل 2022، وأغلبها كثير منها موديل 2025، يمشي من المحافظات اليمنية حتى يصل إلى الأراضي المقدسة، حرصا على راحة الحاج ولا يحصل عطل أو عطب في الطريق ويؤدي إلى تأخير الحجاج وعدم راحتهم. أيضا في هذا العام تم تفويج أغلب الحجاج جوا بالتنسيق مع الإخوة في شركة الخطوط الجوية اليمنية، تم تفويج 12555 حاجا جوا، يعني أكثر من النصف، وهذا سهل على الحجاج وراحتهم. التقينا بحجاج من صنعاء ومن المحافظات الشمالية الذين كانوا سعداء، قالوا كلنا نمشي برا 3 أيام من صنعاء حتى نصل إلى الأراضي المقدسة، أما الآن في خلال ساعتين أو ساعتين وأقل من ساعتين يصلوا إلى الأراضي المقدسة. أيضا في موضوع الإعاشة، وهي توفير الطعام إلى في مساكن الحجاج حتى لا ينشغلوا بالذهاب إلى المطاعم، وقد يجدوا بعض المطاعم الغير يمنية، فالحمد لله تم توفير الطعام في مساكنهم. أيضا تم التعاقد مع شركة سعودية بنقل بحافلات آخر موديل 2025، وهذه تميز بها البعثة اليمنية بخلاف بقية بعض البعثات، فإن أغلب الحافلات التي رتب فيها هذا العام آخر موديل. أيضا في هذا العام يعني البعثة اليمنية اختارت كادر في اللجان، كادر متميز أدى الخدمة على قدم الساق وعلى مدار الساعة قدر الإمكان. هذه أبرز أيضا في المخيمات، رغم ضيق المساحة في المخيمات، لابد الكل يعلم أن مخيمات ميناء في أرض وادي، والوادي هذا يحيطه جبال، وهذه المساحة ضيقة. قامت المملكة العربية السعودية بتقسيم هذه المساحة الضيقة على ملايين الحجاج، وأعطي لكل شخص مساحة معينة. قامت بعثة الحج اليمنية، لجنة الحج العليا، بعمل جسم بورد لحماية التكييف من الخروج، وتبقى المخيمات باردة قدر الإمكان، يعني جدران، يعني حولتم جسم بورد، يعني جدران للغرف. اي نعم، لأجل الحفاظ على البرودة داخل الخيمة. وتم عمل مكيفات سبليت إضافة إلى المكيفات الصحراوية والمراوح، لأن الحرارة الجو شديدة جدا، قد تصل إلى 50 في هذا العام. فتم عمل هذه المكيفات للتخفيف قدر الإمكان، ولأجل راحة الحجاج قدر الإمكان. وإذا ما تحدثنا أبرز المخيمة، أبرز الإنجازات التي تم وضعها في هذا العام. ما هي أبرز التحديات التي واجهت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بشؤون الحج والعمرة؟ أبرز التحديات هي عرقلة الحوثيين لتفويج الحجاج من مناطق سيطرتهم، وكانت هناك عرقلة إلا أن الله يعني سهلها ودخل الحجاج بسلام. الشيء الثاني أيضا من التحديات التي تواجهها بعثة الحج اليمنية
وهي المساحة الضيقة في مخيمات ميناء التي يعني في موضوع أيضا حرارة الجو وضيق المساحة، وهي على جميع الدول وليست على اليمنيين نظرا للمساحة الضيقة في مخيمات ميناء. نعم أيضا في موضوع أيضا دورات المياه، هذا العام يعني زودنا أكثر بتعاون من الأشقاء أكثر من العام الماضي، وفي العام القادم بإذن الله تعالى سيكون هناك أيضا أكثر وأكثر بإذن الله تعالى، نعم نعم سيكون هناك دورات مياه مطورة على نعم دورين نعم بإذن الله تعالى. يعني لابد أن يكون هناك بعض التخوفات في من يحملون أفكارا ربما لا تتناسب مع موسم الحج، وهو كما قال وزير الأوقاف الحج تقديس لا تسييس. بنظرك ما مدى تأثير التوعية والإرشاد التي وجهتموها خلال فترة الإعداد للحج والعمرة، وأيضا خلال فترة الحج والعمرة للحجاج اليمنيين؟ حقيقة أخي الكريم واجهنا إشكالية كبيرة جدا، وكان هناك تخوف كبير جدا من الإضرار بحجاج اليمن من قبل للأسف من دخلوا على أساس أنهم حجاج وهم من الحوثيين بالتنسيق مع جهات معادية للمملكة للإضرار بحجاج بيت الله، إلا أنه هناك كانت توعية من قبل لجنة التوعية في بعثة الحج اليمنية بالتنسيق مع الدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية لتوعية الحجاج بخطورة هذا الفكر ورفع شعارات سياسية أو طائفية، وكان هناك توعية للحجاج بضرورة التفرغ الكامل التام لأداء مناسك الحج نعم بعيدا عن الأفكار الحزبية والطائفية والتي تضر بأمن وسلامة الحجاج، وتضر أيضا بهذه الشعيرة وهذه العبادة وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام. وكان الحمد لله يعني حجاج اليمن على وعي كبير جدا، ولذلك يعني لم يحصل من هذه المخططات وتم إفسادها بفضل الله سبحانه وتعالى. التزم اليمنيون جميعا بهذه الدعوة. نعم بفضل الله سبحانه وتعالى الحجاج اليمن كانوا عونا لبعثة الحج اليمنية في القضاء على هذه الأفكار الضالة الطائفية وهذه الشعارات السياسية والصرخات التي أتى بها الميليشيات الانقلابية الحوثية للإضرار بحجاج اليمن وحجاج المسلمين، وأيضا بالتنسيق مع الإخوة في وزارة الحج والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية نعم بتوعية الحجاج نعم في عدم الدخول في السياسة والاستعارات الطائفية، وكان لقيادة الوزارة وقطاع الحج والعمرة وبعثة الحج اليمنية دور كبير جدا في هذه التوعية وإفساد هذه الشعارات. يعني ما هي الكلمة التي ممكن أن نقولها في يعني استكمالا لهذا السؤال، ما هي الكلمة التي يمكن أن يقولها دكتور مختار رباش وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لشؤون الحج والعمرة لهؤلاء الحجاج الذين التزموا بهذه التوجيهات وبهذه التوعية، وأن الحج تقديس لا تسييس؟ أتوجه بالشكر الجزيل بعد الله عز وجل أولا للأشقاء في المملكة العربية السعودية خادم الحرمين نحن لم الشريفين نختتم الملك. الحوار يا أستاذ دكتور، لم نختتم الحوار، نريد فقط نعم رسالة للحجاج اليمنيين الذين شاركوك هذا. أعد السؤال. يعني الآن هؤلاء الحجاج الذين في التوعية والإرشاد الذين التزموا بمسألة أن تكون هذه المناسك والمشاعر لله سبحانه وتعالى والالتزام بها، وأن يكون الحج تقديس لا تسييس كما يقال، وكانوا مميزين أيضا في أخذ ذلك على محمل الجد. نعم بفضل الله سبحانه وتعالى حجاج اليمن كانوا على قدر المسؤولية في الحفاظ واستشعار الأراضي المقدسة، في الحفاظ على
أمن المملكة وأمن الأراضي المقدسة والمشاعر المقدسة، وعدم الدخول مع هذه الأفكار الضالة والصرخات والشعارات السياسية للإضرار بالمملكة. وكانت هناك توعية كبيرة بأن الأراضي المقدسة وقيادتها نحن وهم نشارك في باشتراكات كبيرة جدا، إخوتنا في الدم وإخوتنا في الدين، ولا يمكن أن تمر مخططات الأعداء على الأراضي المقدسة وعلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية. فالحق خط أحمر، وأيضا كلنا يدا واحدة ضد من أراد الإضرار بالأراضي المقدسة والمشاعر المقدسة. والمملكة العربية السعودية وإخواننا نعم نعم والذين بذلوا جهودا كبيرة لرعاية الحجاج، نعم نعم فكان الحجاج اليمن على قدر المسؤولية الكبيرة جدا، وتم إفشال المخططات التي كانت تريد أن تضر بالحجاج وأيضا سمعة المملكة العربية السعودية. نعم يعني الآن بدأتم في مسألة خطة يعني نقل الحجاج إلى الداخل. هل هناك حجاج سيذهبون إلى المدينة المنورة مثلا؟ بقي أعداد ربما تزور المدينة؟ نعم، خطة التفويج هي في المرحلة الثالثة من أعمال الحج، بدأناها بالأمس. ذهبت أفواج إلى المدينة وهي باستمرار كل يوم حتى تاريخ 20 ذي الحجة، وأيضا أفواج سافرت بالأمس واليوم جوا، وهناك أفواج أيضا سافرت برا. جميع الإحصائية الأخيرة حتى اليوم 14,000 حاج خرجوا من مكة، إما ذهبوا إلى المدينة وإما ذهبوا إلى مطار جدة للمغادرة، وإما ذهبوا برا عبر منفذ الوديعة إلى بلادنا. هل حدثت حالات مرضية يعني أو إصابات أو وفاة؟ بالنسبة لي أولا بفضل الله سبحانه وتعالى حجاج اليمن لم يتعرضوا لما تعرض له باقي البعثات من حالات وفيات وأحداث. بفضل الله كانت التوعية كبيرة جدا في بعثة الحج اليمنية ومكتب شؤون حجاج اليمن، وأيضا سفارة بلادنا في الرياض والقنصلية العامة في جدة القنصل علوي بافقيه، والكل كان دوره كبير في توعية الجالية اليمنية بعدم الدخول أو الحج بدون تصريح. ففي هذا العام لم يدخل مخالفين يمنيين كما دخل في بقية البعثات الذين دخلوا بمئات الآلاف وتسببوا بأضرار لأنفسهم، وبعضهم يعني حصلت له حادثة وفاة. نسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم وأن يرحمهم. بحمد الله تم الحفاظ من ناحية طبية ومن ناحية صحية على الحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية من وزارة الصحة اليمنية، وأيضا بالتنسيق مع الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة السعودية، الذي كان هناك ترتيب وتنسيق على مستوى عالي للحفاظ على صحة الحاج اليمني. الحالات التي إلى الآن 7 حالات منذ دخول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وحتى اليوم 7 حالات أغلبها حالات وفاة طبيعية بسبب أمراض مزمنة. أما بسبب الحوادث التي حصلت في عرفات ومزدلفة بحمد الله لم تحصل أي حادثة بفضل الله سبحانه وتعالى، نعم. بسبب التزام الحجاج اليمن بالخطة، خطة التفويج وخطة النفط من عرفة إلى مزدلفة. رغم أنه هناك كان هناك تعب، إلا التزام اليمنيين بالتعليمات كان له دور كبير أفضل من بقية البعثات. إذا أخذنا مثلا دقيقة ونصف لو تحدثنا فيها عن خطط ربما تبادرت لذهن وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد ربما ستطبق في المواسم القادمة في عجالة إذا هناك إمكانية. بالنسبة للخطط المستقبلية تحسين الخدمة، نعم. تحسين الخدمة في جميع المجالات، نعم. سواء كان في النقل البري والنقل الجوي، وسواء كان حتى في السكن
أيضا في الإعاشة، أيضا في المخيمات عندنا خطة للمطالبة بتوسعة المساحة لحجاج اليمن، وأيضا بناء دورات مياه دورين في مخيمات اليمن، وأيضا المطالبة بزيادة الأحمال الكهربائية لأجل موضوع سحب وزيادة طاقة التكييف وكل ما يصب في راحة حجاج بلادنا. نعم، نحن نتمنى لكم التوفيق. جهود كبيرة بذلت خلال أشهر حقيقة تكللت بهذا النجاح المميز حقيقة. في ختام هذا اللقاء نقول من خلال البرنامج نعطيك 3 بوكيه ورد، أنت بدورك تهديها لمن؟ الله المستعان. الله يبارك فيك. أول شيء حقيقة الشكر لله سبحانه وتعالى. المهمة كانت كبيرة جدا والتحديات كانت كبيرة جدا، وهذا الحج كما كان قبل سنتين كان حج صحي والاهتمام الأشقاء في المملكة العربية من ناحية صحية نظرا لكورونا، في هذا العام كان اهتمام الأشقاء من ناحية أمنية، وبذلوا جهودا كبيرة لأجل الحفاظ على أرواح الحجاج بشكل عام، ولذلك حصلت يعني بعض التأخير في موضوع التحركات، فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. إن كان هناك شكر فشكر الله سبحانه وتعالى، ثم لقيادة السياسية يعني البوكيه الورد وتوجيهاتها الأول السليمة، لتلك الجهود. نعم، وأيضا لقيادة هذا البلد وشعب هذا البلد المضياف المملكة العربية السعودية، سواء كانوا رجال الأمن، سواء أطباء الصحة، سواء العاملين في الحج، الكل بذل جهود كبيرة جدا يشكر عليها هذا البلد العربي المضياف. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المملكة وبلاد المسلمين من أي سوء ويرزقها الأمن والأمان. نعم، باقي معك 2 بوكيه ورد، باقي معك 3 بوكيه ورد، توزعها لمن؟ الأول للمملكة، باقي اثنين لحجاج اليمن، لحجاج اليمن. للمملكة لحجاج اليمن، نعم، والثالث للجان بعثة الحج اليمنية التي بذلت جهودا كبيرة. بعض أعضاء اللجان أن أتكلم معك وهم في المستشفيات مرقدين من شدة التعب، نسأل الله تعالى أن يشفيهم، بذلوا آمين جهودا كبيرة على مدار الساعة. رسالة أخيرة أستاذ دكتور مختار، يعني يمكن أن تكون ختام لهذا اللقاء بك في هذا الموسم المبارك. رسالة أخيرة، أولا أسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل، بذلنا جهودا كبيرة، فإن أخطأنا أو قصرنا نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. يعلم الله أننا بذلنا جهودا كبيرة لإنجاح هذا الموسم ولخدمة وراحة حجاج اليمن، والعمل لا ندعي الكمال، لا ندعي الكمال، حصلت أخطاء، ومن يعمل لابد أن يخطئ، ولم يكن هناك أخطاء متعمدة، وإن كانت هناك من أخطاء ليست من قبل البعثة بل من قبل مقدمي الخدمة، وهناك تواصل على مستوى عالي لمحاسبة أي جهة سواء كانت يمنية من الوكالات أو من الشركات هنا في مكة قصرت في حق الحج، رغم أن الجميع حقيقة بذل جهود كبيرة جدا، إلا أن حرارة الجو المرتفعة جدا جدا أيضا أثرت على مسار بعض الخدمات. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حقهم آمين. وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين. نعم، آمين، اللهم آمين. الدكتور مختار رباش، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لشؤون الحج والعمرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص. في ختامي لكم أجمل التحايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.